إبراهيم، المنظر رقم 3، شقة غرفتين مكيف، شارع اسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مطبخ كامل برضه، كل حاجة فيه جديدة، أنا لسه مفتحتش مكاسها. حاجة نظيفة جدا. بسم الله. صالة كبيرة جدا، سفرة، خشب، تلاجة جديدة. يعمل غرفة 140، حاجة بسم الله ما شاء الله. مراية جديدة، مراكب جديدة لسه، مراية، تكييف جديد لسه. المروحة الداخلي بسم الله الرحمن الرحيم. حمام، هيبقى بص جديد كله لسه، سخان، أوضة نضيف. هذا الحمام المية موجودة على طول، نشحن المية، نشحن المية عندنا. غرفة تانية مكيفة، حاجة بسم الله ما شاء الله، مراية جديدة، مراية جديدة، كل ده في شارع اسكندرية. موسم 2023 بإذن الله، كل شيء ده تمام. البلكونة بتاعتها، المنظر الداخلي شارع اسكندرية.